الأطفال الرضع الذين يتشاركون السرير مع أهلهم هم عرضة للإصابة بملازمة وفاة الرضع المفاجئ cord death. فأكثر من نصف حالات وفاة الرضع المفاجئ تكون أثناء نوم الطفل مع والديه في سرير واحد، وتزيد هذه النسبة إذا كان الأهل من المدخنين. وتشير الدراسة إلى أن من الممكن تجنب 9 من 10 حالات وفاة بين الرضع في حال نومهم في سرير منفصل، فمشاركة السرير مع الطفل الرضيع يمكن أن تساهم في زيادة خطر وفاته. وتوضح الدراسة أن بالإمكان وضع الرضيع في سرير والديه لحضنه أو إطعامه، لكن الأطباء شددوا على تخصيص سرير للطفل لا سيما خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وبعد هذه الفترة يمكن أن يتشارك الطفل السرير مع والديه شرط أن لا يكونا من المدخنين. وفي دراسات سابقة تبين أن نوم الأطفال على بطونهم من يوم الولادة حتى 3 أشهر قد يعرضهم للموت المفاجئ. آسيا صفي الدين، العربية.